الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحقيقة احنا حبينا نسمعكم تكبيرات العيد ونعيشكم الأجواء قبل أي حد تاني، وفقرتنا دي هيكون فيها مجموعة كبيرة من الأغاني الدينية هيغنيها لنا صاحب الصوت الجميل دكتور علي ليلى المنشد الديني. صباح الورد عليك. صباح الورد عليك. كل سنة وانت طيب وعيد طيب سعيد عليك وعيد سلام. سعيد على حضراتكم جميعا. هنبتدي بقى، أنا الفقرة دي مش عايزة أتكلم كتير، بعد الصوت اللي أنا سمعته ده احنا عايزين نسمع بس، فتبتدي بأغنية إيه؟ يعني طالما احنا في موسم الحج وحاجة إن شاء الله تكون لها علاقة بالموضوع، فنقول إن شاء الله ودي لي سلامي رايح الحرم. يا ريت يا ريت. ونتمنى إن شاء الله كلنا والجمع الكرام نكون عند سيدنا رسول الله. أمين يا رب العالمين عليه الصلاة والسلام. وديلي سلامي يا رايح للحرم، ودعيلي وسلم لي على هادي الأمم، وديلي سلامي يا رايح للحرم، ودعيلي وسلم لي على هادي الأمم، انظر للكعبة يا محلاها نور وجلال يغشاها، انظر للكعبة نور وجلال يغشاها، يحرسها ربي ويرعاها واذكرني أمامها، وادعيلي وادعيلي يا ساعي بهمة من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة، يا ساعي بهمة من الصفا للمروة، يا شارب من زمزم تذكرني بدعوة، يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة، يا طالع على جبل الرحمة يا ماشي في وسط الزحمة، اطلب من مولاك الرحمة واذكرني أمامها، وادعيلي وادعيلي هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، غرام شغلني ملك كل فؤادي، هنيئا هنيئا يا رايح للهادي، غرام شغلني ملك كل فؤادي،
اخرج من باب السلام بتأدب واحترام، ادخل من باب السلام بتأدب واحترام، سلم على طه التهامي واسأله شفاعة وادعيلي وادعيلي. الله عليك يا علي. الله يحفظك. طب انا عندي سؤال بقى، علي انت دكتور يعني دكتور علي، فقول لي بقى انت دكتور ولا منشد ديني ولا ممشي الاثنين مع بعض ازاي؟ يعني قول لي انت دراستك ايه وبتعمل ايه؟ هو انا حاليا اخصائي تحاليل طبيه ولكن انا دايما بقول مقوله بتوصف اي حاجه في الموضوع ده، ان اي انسان ربنا بيديله موهبه او اي انسان ربنا بيديله جمال. حضرتك ربنا اداكي جمال وميزك بحته حلوه قوي. انا ربنا ميزني باي حد في الدنيا، ربنا ميزه بحاجه كويسه ودي نعمه، وحسن استغلال النعمه ان احنا نضعها في موضعها الاصلي. فدايما تلاقي لاعب كوره ودكتور، او يعني دكتور ومنشد، او دكتور وقارئ، فبنلاقي ده كتير. وهنا ان الموهبه بتثقل الجمال اللي انت بتديه للناس. يعني كمان الانشاد الديني تربينا عليه من زمان، من ايام اذاعه القران الكريم، فيمكن الانشاد الديني بيوصف حاجات كتير قوي ممكن نقولها في كلام كتير، نوصله بمعاني بسيطه جدا في كلام يستحسن القلوب وتسمعه الناس بشكل كويس. طب انت يعني قول لي عرفت امتى انك صوتك حلو وانك ممكن تبقى منشد ديني؟ ابتديت امتى وانت عندك كام سنه؟ مين اللي شجعك على الموضوع ده؟ والله يعني البدايه كانت مع القران الكريم. انا حفظت القران الكريم في سن صغير جدا، الحمد لله كان 8 سنين ما يعني. ما شاء الله. اول حاجه خالص دخلت مسابقه، يعني خدت اول على مستوى الجمهوريه، ثم بعد ذلك خدت الرابع على العالم في مسابقه محمد السادس الدوليه بالمغرب. سافرت بلاد كتير واميت التراويح في دبي والجزائر. فكان بالنسبه لي الانشاد الديني او القران هو المحطه الاولى، ثم الانشاد الديني اتربينا بقى على ده. انت عملت مجهود ده كل ده وانت بتدرس ودكتور بالزبط. وطب والكلام ده كله يعني والله بشوف ان ده اكتر حاجه بتخلي الانسان الروح اللي انت بتحبها، الحاجه اللي انت بتحبها دايما او اللي ربنا عطاك موهبه فيها لازم تستغلها بشكل كويس. طب عندك حد يعني بابا؟ طبعا الوالد والوالده، يعني ربنا يبارك في عمرهم، هم اللي كانوا الدليل وكانوا الدافع، واخواتي وكل مشايخي واساتذتي الكبار. ولكن يعني كنت بسمع اذاعه القران الكريم، فكنت بتاثر بالشيخ طه الفاشني والشيخ طبعا. سيد النقشبندي والمشايخ العظام الكبار. يعني طب مين اكتر اقرب شيخ لقلبك؟ يعني والله السؤال ده طبعا بيبقى صعب، بس كلهم بس عظماء. بيبقى في واحد كده اما بتسمعه بتبقى في حاله تانية خالص، هو يعني ده اللي روحك بتروح يعني معاه. يعني المشايخ الكبار الشيخ سيد النقشبندي والشيخ طه الفاشني حقيقي اثروا فيا تاثير كبير جدا. طب ما تسمعنا حاجه للنقشبندي ان شاء الله هنقول حاجه كده يعني لموسم الحج، ممكن نقول خدوني معاكم يا زوار النبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، انا نفسي اكون وياكم وازور سيدنا النبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، انا نفسي اكون وياكم وازور سيدنا النبي. نفسي ومنايا والله أزور نبيت الله، نفسي ومنايا والله أزور نبيت الله، وأصلي في المصلى دمنا يوم مطلبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، أنا نفسي أكون وياكم وأزور سيدنا النبي. وخدوني معاكم صحبة أنا نفسي أزور الكعبة. وخدوني معاكم صحبة أنا نفسي أزور الكعبة، واقعد حداها قعدة دمنا يوم طلبي، دمنا يوم طلبي. وخدوني والله معاكم يا زوار النبي، أنا نفسي أكون وياكم وأزور سيدنا النبي. حقق يا ربي مرادي أزور نبينا الهادي، حقق يا ربي مرادي أزور نبينا الهادي، أنا وبيتي وولادي.
عبادي جمعا عند النبي جمعا عند النبي. انا كل بقى ما هتنشد هقول لك الله يعلي ولا الله ايه؟ الله يحفظك يا ام. طب قول لي بقى، انا عندي فضول اعرف ايه خطتك للعيد، لان انت لو في عيلتي مثلا هنقعد نقول لبعضينا كده احنا عايزين نستغل علي عشان هو اللي هيعمل لنا الاجواء والفايبس دي بتاعت العيد، فانت خطتك ايه للعيد؟ والله ان شاء الله يعني ممكن كعيد يعني نعمل ايه في العيد ولا اكيد ننشد؟ بتنشد بس في العيد صح؟ يعني اكيد العيله كلها بتستغلك، تعالى انشد بقى بالظبط معانا الاربع ايام دول. بالظبط، احنا يعني ممكن نقول للناس اللي هي الكبار امهاتنا وابهاتنا وهم رايحين لسيدنا النبي، رايحه فين يا حجه؟ ممكن نقول حاجه زي كده. ده مش ممكن، ده يا ريت يا فندم. اتفضل يا دكتور، عايزين نسمع رايحه فين يا حجه. رايحه فين يا حجه يا مش القطيفه، رايحه زور النبي محمد والكعبه الشريفه، صلوا على النبي صلوا ويزيدوا صلاته، كان يلاقي القمر محمد وبيفهم لغاته، صلوا على النبي ويزيدوا صلاته، كان يلاقي القمر محمد وبيفهم لغاته. رايحه فين يا حجة يا حجة يا ام شلموني، رايحة زور النبي محمد واملي عيوني، صلوا على النبي النبي ويزيدوا صلاته، كان يلاقي القمر محمد وبيفهم لغاته. رايحة فين يا حجة يا ام شل سماوي، رايح ازور النبي محمد واطلع على الجناوي، رايحه فين يا حجه يا حجه يا ام شلموني، رايح ازور النبي محمد واملي عيوني. فاطمه يا فاطمه، فاطمه يا فاطمه، يا بنت نبينا افتحي لنا الباب يا فاطمه، ده ابوك دعينا. صلوا على النبي ويزيدوا صلاته، كان يلاغي القمر محمد وبيفهم لغاته. عارف اقول لك ايه؟ طبعا الله يعلي. احنا متفقين خلاص. الله يحفظك يا رب. علي قول لي نفسك تحقق ايه في مجال الانشاد، بما ان انت دكتور فانت خلاص في الفيل ده او في المجال ده، نفسك تحقق ايه؟ نفسي في يوم من الأيام يكون مديح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل أماكن العالم، وفي يوم من الأيام كده يعني نوصل إن احنا نسجل القرآن كامل بإذن الله. أنا عايزة أقول لك إنه بقى في كل مكان في العالم. بالظبط بالظبط إن شاء الله. نفسك في إيه كمان؟ نفسي نوصل كل الرسائل السامية بالإنشاد الديني إن شاء الله. بنعمل ألبوم جديد كويس. احنا يعني الفترة دي بنعمل حاجات جديدة قوي، بنعملها كولتونات، وانا ماضي مع شركه من الشركات بنعمل حاجات كولتونات ان شاء الله بتبقى مسموعه للشباب. بنعمل الانشاد الديني، بنحاول نوازن ما بين اللون القديم بتاع الشيخ سيد النقشبندي والشيخ طه الفاشني من غير ما يفقد حاجه منه مقاميا والكلام ده كلياته، ونزود عليه ان احنا كمان نتجه ان احنا نزود الموسيقى او علم الاكابيلا او الاصوات البشريه، بحيث تبقى حاجه ما بين اللون القديم واللون الجديد من غير ما اي حد يفقد. مش شايف ان النوع ده واللون ده وعلم الاكابيلا والكلام ده كله ابتدى يندثر بشكل كبير الى حد ما؟ ولا يعني عايز اقول لك ان الاكابيلا فعلا بدا شباب كتير منشدين كبار جدا ما شاء الله يرجعوا الموضوع بشكل تاني، والاكابيلا تعتمد بشكل كبير على المقامات الصوتيه والصوت الجميل لانها بيبقى فيها كورال كتير وحاجات زي كده. انا درس الكلام ده فما تقلقش انا معاك. فانت عايزين ترجعوا الحاجات دي وتحيوها مره ثانيه. وفي ناس بالفعل عمل الكلام ده، يعني الشيخ مشاري راشد من اكبر الناس اللي ما شاء الله بدا يعمل اكابيلا او تناغم صوتي بيوصل بحاله الاكابيلا دي ان المقطوعه الموسيقيه انت تسمعيها كانها موسيقى ولكن هي صوت بشري. صحيح. فدي حاجة كويسة، والموسيقى برضو بتدي لون جميل قوي، لكن أنا مركز قوي على موضوع الأكابيلا الفترة الجاية. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي ليلى، وكل سنة وانت طيب وصباحك وحضرتك صباح طيب الورد. سادة مشاهدين دي آخر حلقة لينا قبل العيد، هنشوفكم إن شاء الله بعد العيد، وكل سنة وحضراتكم طيبين. بس قبل ما أختم عايزين نختم بقى بأغنية حلوة ونشيد حلو لسادة مشاهدين. يعني إن شاء الله بكرة عرفات، وربنا يجمعنا يا رب أنا وانت وكل المشاهدين على جبل عرفات يا رب. هنقول حاجة اسمها إلى عرفات.
إلى عرفات سنمضي غدا، وشوق بقلب المحب بدا، فهلوا دموع الأسى توبة، وقولوا أتيناك يا ذا العلا، وقولوا أتيناك يا ذا العلا. إلى عرفات سنمضي غدا، وشوق بقلب المحب بدا، فهلوا دموع الأسى توبة، وقولوا أتيناك يا ذا العلا، وقولوا أتيناك يا ذا العلا.